السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. هنبدأ بإذن الله نستكمل مع بعض موضوع الفلات سلاب، بس في البداية عايزين نتكلم مع بعض ايه آخر حاجة وصلنا ليها. احنا بدأنا وخدنا الأوردينري فلات سلاب، وبعد كده خدنا البنش وتصميم الأعمدة في الفلات سلاب، بعد كده دخلنا في الفلات سلاب وسكولم هيد وخدنا معاها تصميم المارجنال بي. فاضل لنا بس جزئين مهمين جدا في موضوع الفلات سلاب، وهما الفلات سلاب وز دروب بانل، والطريقه الثانيه من الاناليسيز اللي هي طريقه الفريم اناليسيز ميثود. احنا اتفقنا ان احنا عندنا طريقتين، طريقه الامبيريكال وطريقه الفريم اناليسيز ميثود. احنا خدنا طريقه الامبيريكال اللي كنا بنحل بيها ايه الفتره اللي فاتت كلها، لكن احنا فاضل لنا الطريقه الثانيه اللي هي طريقه الفريم اناليسيز ميثود. تمام، احنا ان شاء الله خلال الفيديو دوت هنبدا نغطي الفلات سلاب وز دروب بانل وطريقه الفريم اناليسيز ميثود، هنبدا باذن الله نغطيها بس في فيديو اخر. هنبدا كده مع بعض ونشوف المثال اللي احنا هنشتغل فيه باذن الله، اللي هو الفلات سلاب وز دروب بانل، ونشوف المثال اللي معانا بيقول ايه. تمام، فور ذا شون فلور بلان وز دروب بانل جيفن ذات، ادينا الاف سي يو عندنا ب 30 ميجا باسكال، ادينا الاف اي للحديد ب 400 ميجا باسكال، ادينا اللايف لود الحمل الحي عندنا ب 8 كيلو نيوتن على المتر مربع، مدينا الفلور كفرنج عندنا ب 1.5 كيلو نيوتن على المتر مربع، مدينا وزن الحوائط عندنا بواحد ونص برضه، مدينا ابعاد الاعمده اللي هم ال 400 في 600 ملم. والمطلوب مننا يا باشمهندسين ان احنا نبدا نصمم البلاطه اللي عندنا بنظام الفلات سلاب في الاتجاهين، في اتجاه اكس وفي اتجاه واي، مع رسم تفاصيل التسليح. والمطلوب رقم اثنين، مطلوب ان احنا نشيك على البنش لعمود انترنال وعمود اكسترنال وعمود كورنر. تمام، هنبدا نبص على البلان اللي معانا. هنلاقي البلان بتاعنا بيتكون في اتجاه اكس من البحور 6.5 و6.5 و6.5، وفي اتجاه واي 8 و8 و8، وعندنا كانتليفر فوق بروزو 2 متر. تمام، قبل ما نبدا الحل يا باشمهندسين هنبدا بس نفتكر مع بعض ايه الخطوات اللي احنا كنا ايه بنبدا نشتغل فيها مع بعض. كان عندنا يا باشمهندسين اول خطوه بالنسبه لنا هي خطوه الدايمنشن. تمام، كنا في خلال الخطوه دي كنا بنبدا نعمل ايه؟ كنت اول حاجه ببدا احسب تخانه البلاطه، بعد كده ببدا احسب الدروب بانل لو انا عندي في المساله محتاج دروب بانل، لكن لو انا مش محتاج هيبقى خلاص. تمام، بعد كده ببدا احسب الدايمنشنز بتاعت الكولم هيد، تمام، لكن انا لو مش محتاج هيبقى خلاص. تمام، بعد كده ببدا احسب عرض الكولم ستريب وعرض الفيلد ستريب. تمام، الخطوه اللي بعد كده اللي احنا ببدا احسب الاحمال اللي هي بتمثل وزن الديد لود ووزن اللايف لود. تمام، وبعد كده ببدا احسب الدبليو سلاب الترا. ماشي، بعد كده بخش في الخطوه اللي بعد كده هي خطوه الاناليسيز، اللي ببدا اشوف هل انا هستخدم طريقه الامبيريكال ولا طريقه الفريم اناليسيز ميثود. تمام، الخطوه اللي بعد كده ببدا اعمل ديستريبيوشن للتوتال مومنت اللي انا حسبته في خطوه الاناليسيز. تمام، الخطوه اللي بعد كده ببدا اشوف اكبر عزوم موجوده ببدا اصمم عليها، بعد كده ببدا اعمل تشيك بانش، وفي الاخر ببدا ارسم تفاصيل التسليح. تمام، نرجع طبعا للمثال اللي معانا ونشوف هنعمل الكلام ده ازاي. ماشي، طيب اول حاجه زي ما اتفقنا لخطوه الدايمنشن ان انا ببدا احسب اول حاجه تي اس، واحنا اتفقنا ان ليها حالتين، يا اما تكون ال1 على 32 يا اما تكون ال1 على 36. طيب الحاله الاولانيه اللي هي ال1 على 32 دي بنستخدمها لما ما يكونش عندك دروب بانل. تمام، والحاله الثانيه لا، دي بستخدمها لما يكون عندي دروب بانل. طيب انا في المثال اللي انا بحله دوت نوع البلاطه اللي عندي قال لي عندي فلات سلاب ويز دروب بانل. تمام، هو قالها لي صريحه، خلاص يبقى انا هلتزم بايه؟ بالكلام اللي هو قاله لي. فانا في الحاله دي هبدا اقول ال1 على 36، انا عندي ال1 اللي هو البعد الكبير للبواكي اللي هو 8 متر، بقول 8000 على 36 هيدينا 222 ملم. تمام، انا ببدا اختار اقرب تخانه شائعه في الاستخدام. احنا اتفقنا ايه التخانات اللي احنا بنستخدمها؟ قلنا 200 220 240 250 لحد 300، الاقي ان اقرب تخانه عندي هي 240 ملم. الخطوه اللي بعد كده يا باشمهندسين ببدا احسب الدايمنشنز بتاع الدروب بانل. طيب الدروب بانل اللي انا بحتاج لها ايه؟ بحتاج لها حاجتين، ببدا احسب الطول بتاعها كام، وببدا احسب التخانه بتاعتها قد ايه. ماشي، ببدا احسب ال دروب والتي دروب. احنا عندنا الكود قال لنا ان ال دروب بتساوي ال 2 على 2، انا عندي ال 2 الباكي عندي 6.5 في 8، فياخد ال 2 اللي هي 6.5 على 2 هيدينا 3.25 متر. تمام، طيب التي دروب، طب انا تي اس على 2، طيب انا التي اس حسبتها ب 240، بقول 240 على 2 هيدينا 120 مللي. تمام، وده بالنسبه لي ابعاد الدروب بانل، لان احنا عندنا في البلان العمود بيكون موجود بالشكل كده، الدروب بانل بيكون مربع. تمام، بيكون ابعاده ال دروب في ال دروب، والتخانه بتاعتنا بتبقى تي دروب، يبقى
اصبح التي اس عندي 240 مللي، والتي دروب بكام؟ ب 120 مللي. تمام، بعد كده ببدا احسب زي ما اتفقنا عرض الكولم ستريب والفيلد ستريب. زي ما اتفقنا مع بعض قلنا ان الكولم ستريب دايما عرضها الاثنين على اثنين، ماشي، يبقى 3 وربع. طيب الفيلد ستريب اتفقنا ان بيكون عرضها الاثنين على اثنين في اتجاه، والاتجاه الثاني بيكون ال واحد ناقص الاثنين على اثنين. تمام، هيدينا 3 وربع في اتجاه واي، وهيدينا 4.75 فين؟ في اتجاه اكس. تمام، الخطوه اللي بعد كده ببدا احسب الاحمال عن طريق ان انا بحسب دبليو ديد لود ودبليو لايف لود، ومنهم اقدر احسب الدبليو سلاب التيميت. الدبليو ديد لود هتساوي ايه؟ هتساوي وزن البلاطه، واتفقنا ان هي وزن التشطيبات ووزن الحوائط. في جزء جديد ظهر معانا هو وزن الدروب بانلز، تمام، اللي انا هبدا استخدمها في البلاطه اللي عندي. طيب هنبدا نشوف ان الدبليو بتاع البلاطه ونود بتاع البلاطه هيساوي تي اس في الجاما ار سي. طيب وزن الدروبات هندسه هتساوي تي دروب في الجاما ار سي في ال دروب تربيع على ال واحد في الاثنين، زائد وزن التشطيبات زائد وزن الحوائط. نبدا نعوض يا باشمهندسين، عندنا التي اس بقى 240 مللي، يبقى تدينا 24 من 100 متر في كثافه الخرسانه اللي هي 25 كيلو نيوتن على المتر المكعب، زائد تي دروب اتفقنا ان هي ب 120، يبقى اقول 12 من 100 متر في 25 هي كثافه الخرسانه، ال دروب تربيع اللي هي 3 وربع تربيع على ال واحد في الاثنين اللي هي 8.6 ونص، زائد وزن التشطيبات عندنا بواحد ونص، وزن الحيطه بكامل او وزن الحوائط عندنا بواحد ونص برضه. تمام، هدينا الكلام ده كله في الاخر ب 9.61 كيلو نيوتن على المتر مربع. تمام، وزن اللايف لود عندنا بيكون جيم في المساله اللي هي ب 8. تمام، هبدا اشوف بقى هل انا لما اجي احسب دبليو سلاب التيميت محتاج اضرب الديد لود في 1.4 واللايف لود في 1.6، ولا هضرب الاثنين في 1.5 عن طريق ان انا بقول دبليو لايف لود على دبليو ديد لود واشوف النسبه. لقيت النسبه بتاعتي اكبر من 75، يبقى انا في الحاله دي هضرب 1.4 ديد زائد 1.6 لايف. عوض بالكلام ده هيدينا 26 وربع كيلو نيوتن على المتر المربع، وده بالنسبه لنا الخطوه رقم 2. هنبدا بعد كده يا باشمهندسين في الخطوه رقم 3، هي خطوه الاناليسيس. تمام، زي ما اتفقنا مع بعض ان احنا عندنا طريقتين للاناليسيس. اول طريقه بتمثل عندنا طريقه الامبيريكال، والطريقه الثانيه هي طريقه الفريم اناليسيس. تمام، احنا طبعا عندنا شويه شروط بتحدد امتى استخدم الطريقه ديت وامتى استخدم الطريقه دي. طبعا الشروط اللي هنقولها دي كلها هي خاصه بطريقه الامبيريكال، لو اتحققت ببدا استخدم طريقه الامبيريكال، لكن لو ما اتحققتش ببدا استخدم طريقه الفريم اناليسيس. طيب نبدا نشتغل ونشوف مع بعض ايه هي الشروط دي في البدايه. تمام، اول شرط عندنا مش مهندسين كان قال لك لازم يكون عدد البواكي عندك لا يقل عن 3. تمام، اكبر من او يساوي 3. قال لك ايه تاني؟ شرط تاني قال لك النسبه بين طول الباكيه لعرضها اقل من او يساوي 1.8. تمام، الشرط الثالث عندنا يا باشمهندسين قال لك الفرق بين باكيتين متجاورتين لا يزيد عن كام؟ عن 10%. الشرط الرابع عندنا برضو نفس الكلام، قال لك الفرق بين باكيتين غير متجاورتين لا يزيد عن كام؟ عن 20%. طيب نبدا نطبق ونشوف الشروط اللي عندنا بتقول ايه يا باشمهندسين. تمام، اول حاجه نشوف عدد البواكي عندك يا باشمهندسين. الباكيه هي المساحه المحصور بين 4 اعمده. نبدأ نشوف في اتجاه اكس هتلاقي دي باكيه 2 3. طيب في اتجاه واي نفس الكلام، ادي باكيه 2 3. اصبح اول شرط عندنا اتحقق اللي هو بيقول ان عدد البواكي هتساوي 3 في اتجاه اكس في اتجاه واي. طيب الشرط رقم 2 قال لك النسبه بين طول الباكيه لعرضها اقل من 1.3. ابدا اقول 8.6 ونص هيدينا 1.23% اقل من 1.3. نبدا نشوف الشرط رقم 3 اللي بيقول الفرق بين باكيتين متجاورتين لا يزيد عن كام؟ عن 10%. هنبص هنلاقي كده كده الباقي كلها ابعادها زي بعض في اتجاه اكس 6.5 6.5 6.5، فالفرق بينهم بصفر. وفي اتجاه واي 8 و8 و8، هيكون الفرق بينهم بصفر. فاصبح الشرط رقم 3 والشرط رقم 4 متحققين. تمام، يبقى انا في الحاله دي هبدا استخدم طريقه الامبيريكال ميثود. تمام، فببدا احسب العزم في اتجاه اكس والعزم في اتجاه واي، ولو عندي كانتليفر ببدا احسب له التوتال مومنت الخاص بالكانتليفر لوحده. طيب في اتجاه اكس كنا بنقول ايه؟ بنقول دبليو سلاب التيميت في ال واي على 8 ال اكس ناقص 2 على 3 دي الكلي تربيع. طيب انا حسبت ال دبليو سلاب التيميت اللي هي 26 وربع. بالنسبه لي ال واي ال في اتجاه واي ب 8 متر، تمام، على 8 ال اكس هتبقى ب 6.5 ناقص 2 على 3 دي الدي دي ايه يا باشمهندسين؟ احنا اتفقنا هو الطول الصغير للسبورت بتاع البلاطه، وليها احتماليه. تمام، يا اما تكون لو انا عندي ما عنديش تاج، في الحاله دي هيكون البعد الصغير للعمود،
لكن لو انا عندي تاج هيبقى البعد الصغير للتاج اللي هو بيمثل دي 2. طيب انا في الحاله اللي عندي ديت عندي دروب بانل ما عنديش تاج، يبقى هي في الحاله دي هبدا استخدم البعد الصغير للعمود. واحنا الاعمده في المثال بتاعنا كانت 400 في 600، هبدا استخدم البعد الصغير اللي هو 4 من 10 متر. الكلام ده طبعا كل تربيع هيدينا 1019 9 من 10 كيلو نيوتن متر. طيب في اتجاه واي نفس الكلام، اقول دبليو سلاب الجمت اللي اكس على 8 اللي واي ناقص 2 على 3 دي كل تربيع. ابدا اعوض هيديني 1275.5 كيلو نيوتن متر. ابدا احسب العزم التوتال للكانتليفر بيساوي دبليو سلاب الجمت في ال ان على 2 في ال كانتليفر تربيع. الدبليو سلاب الجمت اللي هي 26 وربع، ال ان هو البعد العمودي على اتجاه الكانتليفر. انا دلوقتي اتجاه الكانتليفر دوت هيظهر معايا فين؟ يبدا يظهر معايا لو انا خدت شريحه في اتجاه واي. خلاص لو خدت شريحه في اتجاه واي يبدا يظهر معايا الايه؟ الكانتليفر بتاعي. ففي الحاله دي ابدا اضرب في البعد العمودي على اتجاه واي اللي هو ال اكس اللي هي 6.5 على 2 في ال كانتليفر تربيع اللي هو بروز الكانتليفر اللي معايا اللي هو 2 تربيع. الكلام ده هيدينا 341 وربع كيلو نيوتن متر. ده هيكون بالنسبه لنا الخطوه رقم 3. هنبدا ندخل يا باشمهندسين في الخطوه رقم 4، هي خطوه الديستريبيوشن اوف توتال مومنت اللي ببدا اخد فيها العزوم اللي انا حسبتها، العزوم التوتال اللي انا حسبتها فوق، وابدا اعمل لها عمليه ديستريبيوشن للكولم ستريب والفيلد ستريب في كل اتجاه على حده. بمعنى ان انا هبدا اشوف في اتجاه اكس هاخد كولم ستريب وهاخد فيلد ستريب. ماشي، هبدا اروح في اتجاه البلان بتاعي، ادي عندي كولم ستريب في اتجاه اكس وعندي كولم ستريب تحت، اللي بينهم بيكون فيلد ستريب. فابدا اخد كولم ستريب وفيلد ستريب وابدا اوزع عليهم المومنت بتاعي، تمام، عن طريق الجدول اللي احنا اشتغلنا بيه في الاوردينري وال ثلاث سلاب كولم هيد. تمام، هيطلع التوزيع بالشكل ده كده، الكولم ستريب والفيلد ستريب. طيب في اتجاه واي نفس الكلام، بس هلاقي ان انا في اتجاه واي بدا يظهر عندي كانتليفر. تمام، فاصبح الكانتليفر عندنا بيكون ليه توزيع لوحده ثابته، هتكون 75% في حاله الكولم ستريب وهكون 25% في حاله الفيلد ستريب. تمام، وابدا ارسم العزوم بالشكل ده كده. تمام، بعد كده يا باشمهندسين الخطوه رقم 5 اللي هي خطوه الديزاين، بس هيبدا يظهر عندنا حاجه مختلفه تماما يا باشمهندسين. ايه هي؟ ان انا دلوقتي انا عندي تخانتين للبلاطه. اول تخانه عندنا بتكون فوق الاعمده اللي بتمثل تخانه التوتال اللي هي بتكون تخانه البلاطه زائد تخانه الدروب اللي انا عملته. تمام، طيب التخانه الثانيه بتكون في نص البحر اللي هي بتكون تخانه البلاطه بس. ماشي، فانا في الحل بتاعي هبدا اخد قطاع واصممه على التخانه التوتال، وهبدا اخد قطاع تاني ابدا اصممه على ايه؟ على تخانه البلاطه بس. ازاي الكلام دوت؟ انا عندي دلوقتي دي البلاطه بتاعتي اهي، انا عندي يا باشمهندسين بيكون شكل الدروب بانل بالشكل ده كده. تمام، بيكون مكانها فوق الاعمده. ماشي، بيكون قطعها مربع بالمنظر ده كده. تمام، فوق كل الأعمدة بقى الكلام ده كله. نفس الكلام لو جينا بصينا يا باشمهندسين هلاقي إن فوق أماكن العمدان هيكون عندي تخانة توتال اللي هي مجموع تخانة البلاطة زائد تخانة الدروب، لكن في نص البحر هلاقي يكون عندي بس تخانة البلاطة. يعني هنا أصبح تخانة توتال وهنا تي إس. فانا محتاج اخد قطاعين، قطاع مره فوق الاعمده والقطاع الثاني هيكون في نص البحر. اللي فوق الاعمده هيكون التخانه بتاعتي توتال، واللي في نص البحر هيكون تخانه بلاطه. تمام، طيب انا دلوقتي عندي كولم ستريب وفيلد ستريب في الاتجاهين، وكل اتجاه بيكون فيه عزوم موجبه وعزوم سالبه. فانا عندي دلوقتي كولم ستريب وعندي فيلد ستريب، هلاقي ان الكولم ستريب فيه عزوم موجبه وعزوم سالبه. طيب الفيلد ستريب بنفس الكلام، هنلاقي فيه عزوم موجبه وعزوم سالبه. تمام، فانت عندك يا باشمهندس هتلاقي ان في الكولم ستريب في حاله العزوم السالبه هكون هنستخدم فيها التي توتال. توتال ماشي، ليه؟ هيكون لان مكان العزوم السالبه هيكون فوق الاعمده بالظبط. ماشي، انا عندي دلوقتي ده شكل العزوم بالمنظر ده، هتلاقي ان العزوم السالبه فوق السبورت اللي هو بيمثل عندنا العمود. تمام، واصبح دلوقتي انا في العزوم السالبه في الكولم ستريب هبدا اخد التخانه التوتال
طيب بالنسبه بقى للعزوم الموجبه، انا عندي دلوقتي ادي الكولوم ستريب بتاعتي اهي، ادي الكولوم ستريب بتاعتي اهي ماشي، فوق العمود بستخدم تي توتال. طيب لكن في نص البحر يا باشمهندس بتكون تخانه البلاطه بس، فببدا في العزوم الموجبه ببدا اخد تي اس. طيب ده للكولوم ستريب. طب الفيلد ستريب نفس الكلام، هنبص مع بعض هنلاقي ادي الكولوم ستريب اللي فوق اهي. طيب الفيلد ستريب في النص، هل انا عندي دروب في النص؟ لا، يبقى انا في الحاله ديت في حاله الفيلد ستريب في العزوم الموجبه والعزوم السالبه هستخدم تي اس ماشي. والكلام ده برده مهم جدا عشان لما اجي انسب برده للتخانه المظبوطه ماشي. يبقى انا عندي كولوم ستريب في عزوم موجبه وعزوم سالبه، فيلد ستريب في عزوم موجبه وفي عزوم سالبه. بالنسبه للكولوم ستريب هاجي في العزوم السالبه هاجي استخدم التي توتال اللي بيكون عندي فيها الدروبات ماشي، لكن العزوم الموجبه بتكون في نص البحر بيكون فيها تخانه البلاطه بس تمام. طيب في الفيلد ستريب، انا دلوقتي عندي في الفيلد ستريب كلها ما فيش اي دروب، فانا في الحاله دي كلها عزوم سواء كانت عزوم موجبه او عزوم سالبه هبدا استخدم تخانه البلاطه بس ماشي. طيب نبدا نروح ونشوف مع بعض، هبدا اخد اكبر عزم موجب واكبر عزم سالب فين في التصميم، فهبدا اخد اكبر عزم سالب فوق الاعمده. طيب هلاقيه فين يا باشمهندسين؟ هبدا اشوف في اتجاه واي هلاقي فوق الاعمده اهو، هو 637.75 ماشي. ده بالنسبه لي هاجي اعوض فيه ايه؟ بالتي توتال. طيب العزم الموجب اللي هو هيكون في نص الكولم ستريب، ادي عند الكولم ستريب اتفقنا فوق الاعمده هبدا استخدم التي توتال، هنا تي توتال، هنا تي توتال، هنا تي توتال. طيب لكن في نص البحر ببدا استخدم التي اس بس ماشي، فهبدا اخد القطاع دوت واصممه على التي اس بس ماشي، عن طريق ان انا اخد القطاع رقم 2 اللي هو 382.65 كيلو نيوتن متر. طيب التخانه اللي هصمم بيها هتكون تخانه بلاطه بس ماشي. طبعا احنا عندنا عرض شريحه العمود ثابته اللي هي 3 وربع، وهنا 3 وربع. ببدا اصمم عادي جدا بطريقه سي 1 وجي. هنا بقى هتبقى دي توتال هتساوي سي 1 جذر الام التمت على الاف سي وفي البي ماشي. ابدا اقول الدي توتال عندي اللي هي تخانه البلاطه زائد تخانه الدروب، 240 زائد 120 ناقص الكفر بتاع اللي هو 20 مللي هيدينا 340 مللي. هبدا اعوض بدي توتال في القانون اللي عندي، سي 1 جذر الام التمت اللي هو 637.75 في 10 اس 6، اف سي يو عندي ب 3، الاف سي يو عندي ب 30 ميجا باسكال، والبي عندي اللي هي عرض شريحه العمود اللي هي 3 وربع ماشي، هتدينا 3250 ملم. اجيب السي 1 اخش الجدول اجيب الجي، ابدا اعوض الاريا ستيل هتساوي الام التمت هلف في الجي في الدي، هيطلع لنا التسليح بتاعنا 5803 ملم سكوير لكل ستريب ماشي. لان انا لما جيت عوضت هنا بالبي عوضت بالشريحه، يبقى العزم او الحديد اللي هيطلع عندي هيكون للشريحه كلها ماشي. احنا اتفقنا ان احنا في البلاطات بيكون تسليحنا لكل متر، فهبدا اخد الاريا ستيل اللي انا جبتها على عرض الشريحه يديك التسليح بتاعنا لكل متر ماشي يا شباب. بعد كده ابدا احوله لقطر عدد اسياخ يدينا 8 فاي 18. ده بالنسبه للتخانه التوتال، القطاع بتاعي للتخانه التوتال. طيب التخانه بتاعت البلاطه بقى يا باشمهندسين، اتفقنا ده قيمه العزم بتاعي، نفس الكلام اقول الدي بتساوي سي 1 جذر الام التمت على اف سي وفي البي، اصبح دي بس مش دي توتال، اقول تي اس ناقص الكفر اللي هو 240 ناقص 20 هيدينا 220 مللي، اعوض اجيب السي 1 اخش اجيب الجي اجيب الاريا ستين واجيبها لكل متر هيدينا يا باشمهندسين 1719.7 ملم لكل متر ماشي. احولها لقطر وعدد هيدينا 7 فاي 18 تمام. نيجي بعد كده يا باشمهندسين اتفقنا ان انا ببدا انسب للقطعات اللي انا صممتها، واخد بالي جدا من فرق التخانات ماشي. زي ما اتفقنا ان انا عندي كولوم ستريب وعندي فيلد ستريب، خلي بالي ان دايما العزوم السالبه اللي في الكولوم ستريب دايما انسبها لقطاع التوتال اللي انا صممته تمام. طيب في حاله الباقي بقى يا باشمهندسين، العزوم اللي باقيه اصممها او اجي انسبها لايه؟ للقطاع اللي انا صممته بالتي اس فقط ماشي، وخلي بالي من الموضوع ده كويس قوي تمام. بعد كده ما نسبت يا باشمهندسين هيطلع عندي التسليح بالشكل دوت يا باشمهندسين. هنبدا بعد كده يا باشمهندسين نرسم تفاصيل التسليح تمام. هنيجي نبص على النموذج بتاع الكود اللي هنمشي عليه ان شاء الله تمام. اللي هيحصل يا باشمهندسين ان انا ببدا ارسم القطاع الخرساني اللي عندي اللي هو البلان اللي انا هرسم فيه تمام. هلاقي ان انا وجود عندي تماثل حوالين المحور الرأسي، فبالتالي هبدا اخد من النص بس ماشي. طيب وابدا ارسم كولم ستريب وفيلد ستريب في اتجاه اكس، وارسم كولم ستريب وفيلد ستريب برضو فين؟ في اتجاه واي ماشي. طيب نيجي نبص لايه النموذج اللي هنمشي عليه في الكود. قال لك ايه يا باشمهندسين؟
قال لك بالنسبه للكولم ستريب اللي هو الجزء ده كده اهو، ده الكولم ستريب بتاعي اهو شريحه عمود. طيب قال لك هنعمل ايه هندسه؟ قال لك ادي الحديد السفلي اهو، هنبدا نحطه توتال بنسبه 100%، توتال بنسبه 100% ماشي، وهيبدا يدخل جوه الدروب بمسافه الاقل ما بين 24 الفاي او 300 مللي. طيب هنبدا ننفذ الكلام ده ازاي هندسه؟ ابدا اروح اشوف العزوم في اتجاه اكس اهو، ادي العزوم في اتجاه اكس، ادي الكولم ستريب اللي عندي 6 18 6 16 6 18، ده الحديد اللي احنا جبناه من التنسيق تمام. ابدا اشوف انا عملت ايه في الرسم، انزل تحت ادي الكولم ستريب اللي عندي اهي، ادي ال 6 18 وادي ال 6 16، ببدا ادخل يا باشمهندسين جزء او مسافه جوه الدروب يمين وشمال يمين وشمال خلاص. طب المسافه قد ايه يا باشمهندس؟ زي ما اتفقنا المينيموم ما بين 24 الفاي او 300 ميل، ده بالنسبه للحديد السفلي، وكده الموضوع انتهى خلاص ماشي يا شباب. طيب بعد كده يا باشمهندسين عندك برضو تسليح الدروب نفسه في الحديد السفلي. طيب قال لك تسليح الدروب بيعبر عن ايه يا باشمهندس؟ بيكون عباره عن سيخ على شكل حرف يو بالمنظر ده اهو، سيخ على شكل حرف يو. طيب مقداره ايه هندسه؟ قال لك نص الحديد السفلي تمام. انا هبدا اشوف ادي الحديد السفلي عندي 6 18 وهنا 6 16، انا لما اجي اشتغل هشتغل على الماكسيموم اللي هو 6 18. هبدا يا باشمهندسين اضرب 6 في مساحه القطر 18 واضربها في نص ونشوف الكلام ده هيطلع علينا قد ايه. هبدا اقول 6 في مساحه القطر ال 18 254 في نص، هيدينا مقدار التسليح ده تمام. احوله بقى يا باشمهندسين لقطر وعدد اسياخ، مثلا لو حولته زي ما انا حالل هنا ب 16 واقسم على مساحه القطر ال 16 هيديك اربع اسياخ، واحنا عندنا اقل عدد اسياخ في المتر في البلاطات 5، عشان كده خدتها 5 فاي 16 تمام. وده بالنسبه لنا يكون الحديد السفلي في حاله الفلات سلاب وذ دروب بانل. طيب نيجي للحديد العلوي، هل في اي اختلاف في الحديد العلوي؟ مفيش اي اختلاف خالص، لان اللي حصل ان انا جيت ادي البلاطه بيكون وضعها الطبيعي بالشكل ده كده بتشال على عمود تمام. لا انا جيت رحت جاي عملت تخانه في البلاطه لتحت عن طريق الدروب وادي العمود بتاعي ماشي، فاصبح دلوقتي الحديد بتاعي هو اللي هيحصل فيه اختلاف، بس هيكون في السفلي عن طريق ان الحديد السفلي هيدخل مسافه في الدروب من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال. المسافه دي كام؟ قلنا المينيموم ما بين 24 فاي او 300 مللي تمام، وعن طريق ان انا بعمل تسليح للدروب اللي عندي على شكل حرف يو بالشكل ده كده. طيب بالنسبه للتسليح العلوي، هل في اي تشكلات في البلاطه من فوق؟ مفيش، فبالتالي هيكون التسليح العلوي زي ما هو عن طريق ان انا برضو نفس الكلام بقسم نص الحديد 50% و50%، واحد هيكون طويل وواحد هيكون قصير. طيب نبص الكلام دوت في النموذج بتاع الكود اهو، قال لك يا باشمهندسين نقسم الحديد العلوي اهو 50% و50%، ببدا اخش مسافه من وش العمود، ادي العمود اللي عندي اهو ده العمود بتاعي، اخش مسافه اي للسيخ الطويل. طب المسافه اي دي بتعبر عن ايه؟ قال لك المسافه اي بتساوي ثلث الاسبان بتاعي، ثلث الاسبان. طيب السيخ القصير قال لك هتخش بيه. طيب البي دي بتمثل على ايه يا باشمهندسين؟ قال لك البي دي بتمثل 2/10 الاسبان بتاعي خلاص. فابدا السيخ بتاعي من وش العمود هخش مسافه ايه من ناحيه الشمال، مسافه ايه من ناحيه اليمين، ده بالنسبه للسيخ الطويل. طب بالنسبه للسيخ القصير نفس الكلام، هخش مسافه بي من ناحيه الشمال واخش مسافه بي من ناحيه اليمين تمام. ده بالنسبه للحديد العلوي نفس الكلام، الحديد العلوي بس من في الطرف خالص هيكون برده نفس الكلام، تلت و2/10 الاسبان ماشي. بعد كده يا باشمهندسين احنا اتفقنا ان حديد الفلات سلاب بيكون شبكتين، فانت لو جيت بصيت هتلاقي هنا في شبكتين هنا في شبكتين، ما عدا الجزء اللي في النص هتلاقي في حديد سفلي لكن ما فيش حديد علوي. اتفقنا في الجزء دوت بنبدا نحط المينيموم. المينيموم بتاعنا بيشكل ايه؟ بيشكل عندنا يا باشمهندسين قطر 10 مينيموم، والعدد بتاعي بيكون نفس العدد بتاع اليمين وشمال ماشي. هنا استخدمت 6 3 طويل و3 قصير، يبقى نفس الكلام هقول 3 طويل في 10 و3 قصير في 10 ماشي. ده بالنسبه للكولم ستريب في اتجاه اكس. طيب الفيلد ستريب، هل حصل اي اختلاف يا باشمهندسين في الفيلد ستريب؟ ولا حصل اي حاجه، كل الدروبات اللي انا هعملها هعملها في الكولم ستريب تمام. يبقى تسليح الفيلد ستريب زي ما هو، زي ما رسمناه في الاورديناري بالظبط. طيب نفتكر الكلام ده كنا بنعمل ايه يا باشمهندسين؟ كنا بنقول ببدا اقسم الحديد بتاعي في الفيلد ستريب على شريحه الوسط في السفلي عن طريق 50% و50%.
طيب نشوف اتجاه اكس، ادي عند الفيلد ستريب 5 16 5 16 5 16 تمام. فهبدا اقول 2.5 فاي 16 و2.5 فاي 16، 2.5 طوال و2.5 قصيرين ماشي. طيب الطوال هيكون من العمود للعمود. طيب والقصيرين اتفقنا ان انا بسيب مسافه من الاكس وابدا ارسم السيخ بتاعي. طيب المسافه دي كام؟ قال لك اهي تبني الاسبان بتاعي. ده بالنسبه للحديد السفلي. طيب هنشوف الحديد السفلي ازاي اترسم معانا فين؟ في البلان اللي احنا اشتغل دي. تمام؟ هنلاقي نفس الكلام، ادي سيخ طويل 2.5 16 وسيخ قصير 2.5 16، واتفقنا ان انا بسيب مسافه كام؟ تمن الاسبان. اهو بسيب المسافه دي كده تمن الاسبان. نفس الكلام للباك اللي جنب. خلاص؟ نيجي بقى للتسليح العلوي. التسليح العلوي في الفيلد ستريب بنبدا نحطه توتال بنسبه 100% ماشي؟ طيب في اتجاه اكس كان طالع عندي في الفيلد ستريب كام؟ 5 فاي 16 5 فاي 10 ماشي. طيب فانا ببدا احط بالطول ده كله كامل. طيب المسافه كام؟ قال لك بخش من وش العمود مسافه سي. طيب قال لك السي بتساوي ايه يا باشمهندسين؟ قال لك السي بتساوي 22 22 الاسبان بتاعي. خلاص. ونفس الكلام هلاقيه في الايه في التسليح العلوي بس في ناحيه الايه طرف البلاطه، هلاقي برضو 22 الاسبان بتاعي ماشي. ابدا برضو في المنتصف في الحديد العلوي ما بيكونش فيه اي حديد، وانا اتفقت ان احنا الفلات ساب بتاعي بيكون عندي شبكتين، فببدا احط المينيموم. طيب المينيموم بتاعي كام؟ زي ما اتفقنا ان هو بيكون بقطر 10 والعدد بتاعي زي يمين وشمال. انا استخدمت فاي 5 عدد 5 فببدا احط 5 فاي 10 اللي عندي تمام. وابدا بعد كده ابدا احط الدايمنشنز بتاعتي يمين وشمال للبلاطه، وابدا احط تخانه البلاطه اللي عندي في نص البحر بيكون تي اس اللي هي 240، لكن في الدروب بيكون تي اس زائد تي دروب اللي هي 360. ده بيكون التسليح فين؟ في اتجاه اكس. طيب في اتجاه واي نفس الكلام ما فيهوش اي تغيير. هنبدا نشوف مع بعض. اول حاجه يا باشمهندسين هنبدا نشوف الحديد السفلي في اتجاه واي. قال لك 7 18 7 18 7 18 زي ما اتفقنا ان انا ببدا احطه في حاله الدروب بنسبه 100%. بخش في الدروب مسافه يمين وشمال، المسافه دي كام؟ المينيموم ما بين 24 فاي او 300 مللي. انا عندي يا باشمهندسين ادي 7 18 والباك اللي جنبي 7 18 والباك اللي جنبي 7 18. نفس الكلام دخلت مسافه جوه الدروب اهي، مسافه جوه الدروب اهي، مسافه جوه الدروب اهي، مسافه جوه الدروب، مسافه ده ايه زي ما اتفقنا مع بعض. طيب تسليح الدروب نفسه يا باشمهندسين اتفقنا هو 50% من التسليح السفلي، فببدا اقول 7 في انا عندي التسليح السفلي 7 في 18، اقول 7 في مساحه القطر 18 254 في نص. خلاص. وابدا احوله مثلا لفاي 16 زي ما انا شغال، فاقول على مساحه السيخ ال 16 الواحد هيدينا 5 فاي 16 تمام. فابدا احط تسليح الدروب اللي عندي 5 فاي 16، وده بيكون تسليح الايه السفلي. طب التسليح العلوي نفس الكلام 50% و50%. طيب انا عندك هنا 8 12 8 8 18 8 18 هنا 8 12، خلي بالنا ان الكابولي بنسلحه بشوك ماشي. فابدا نفس الكلام 50% و50%، هنا كان 8 12 8 18 8 18 في الاخر خالص الشوك بتاعتي اللي هي 8 12 ماشي. ولازم تكون الشوكه بدخل فيها جوه البلاطه المسافه ديت، المسافه دي بتكون مره ونص طول الكابولي. انا عندي طول الكابولي اللي عندي 2 متر، اول مره ونص يبقى 3 متر، يبقى المفروض اخش 3 متر جوه البلاطه تمام. اجي احولها بسكيل الرسم بتاعي اللي هو 51، يبقى اخش جوه البلاطه 6 سنتي على اللوحه ماشي. ده بيكون التسليح ايه الكولم ستريب في اتجاه واي. طيب نشوف الفيلد ستريب في اتجاه واي، مفيش نفس الكلام، مفيش اي اختلاف خالص يا باشمهندسين. وابدا اشوف التسليح في اتجاه واي سفلي 6 16 6 16 6 16 50% و50% يعني 3 و3. اول 3 كبار بيوصلوا من العمود للعمود، الثلاثه القصيرين بسيب مسافه من الاكس. المسافه دي عباره عن ايه؟ قال لك تمن تمن الاسبان اللي عندي ماشي. طيب بعد كده يا باشمهندسين اقرر الكلام دوت في الباك اللي جنبي، قرر الكلام ده في الباك اللي جنبي. طيب الحديد العلوي، الحديد العلوي قال لك ان انا بحطه بنسبه 100%. طيب كام؟ 6 10 6 16 6 16 6 10. نشوف الكلام ده مع بعض، هنلاقي هنا لل 6 10 6 16 6 16 وكام؟ 6 10 شوكه ماشي. واحط التخانات والابعاد واكتب سكيل الرسم بتاعي. كده نكون رسمنا البلاطه فين؟ في الاتجاهين. خلاص.
كده يا باشمهندسين نكون خلصنا المطلوب رقم واحد اللي كان بيطلب مننا ان احنا نصمم البلاطه في الاتجاهين مع رسم تفاصيل التسليح. نشوف مع بعض المطلوب رقم 2 اللي هو عايز يشيك بانش على عمود انترنال وعمود اكسترنال وعمود كورنر. هنبدأ أول حاجة يا باشمهندسين بتشيك بانش في حالة الفلات سلاب ويز دروب بانل. تمام، ادي القطاع الرأسي بتاعنا اهو يا باشمهندسين. ببدأ أعمل زيادة في سبك البلاطة عند أماكن الأعمدة. تمام، المفروض قال لك ايه يا باشمهندسين؟ قال لك ان احنا عندنا في حاله الفلات ساب وزيرو بانل عندنا 2 قطاع حركي، ماشي، على عكس الاوردينال فلات ساب او فلات ساب كولم هيد كان بيكون عندنا قطاع واحد اللي هو كان بيبعد على بعد دي على التيب من وش الايه العمود اللي عندي. تمام، لكن في حاله الدروب بانل الكود قال لك لا، في قطاعين. القطاع الاولاني بيكون على بعد دي توتال على 2 من وش العمود، والقطاع رقم 2 بيكون على بعد دي على 2 من وش الدروب. تمام، يبقى اول قطاع بيكون على بعد دي توتال على 2 اللي انا بكون فيه البلاطه بيكون في السمك الكلي دي توتال اللي هو سمك البلاطه زائد سمك الدروب. ماشي، طب القطاع رقم 2 ببدا اخد القطاع بتاعي على بعد دي على 2 بس من وش الدروب، خلاص بيكون الدروب خلاص خلص، فبيكون القطاع بتاعي في ايه؟ في السمك الطبيعي للبلاطه اللي هو 240 مللي بتوعي. خلاص، طيب هبدا اشوف العمود الانترنال. ماشي، ادي سيكشن رقم واحد وادي البلان بتاعي. ادي العمود بيكون دي في التي اللي هم 400 في 600. تمام، وادي ال دروب في ال دروب بعد الدروب بتاعي. تمام، ادي القطاع رقم واحد اهو، ببعد دي توتال على 2 يمين وشمال ومن فوق ومن تحت. اديك يا باشمهندسين ال اكس واحد ال واي واحد، ابعاد القطاع الحرج رقم واحد. ماشي، هلاقي يا باشمهندسين ال اكس واحد هتساوي ايه يا باشمهندسين؟ هنقول ادي بعد العمود اللي هو البي، وهزود دي توتال على 2 من ناحيه اليمين ودي توتال على 2 من ناحيه الشمال، هيديك في الاخر دي توتال. يبقى هنقول 4 من 10 زائد الدي توتال بكام؟ ب 34 من 100، هدينا يا باشمهندسين 74 من 100 متر. طيب ال واي واحد نفس الكلام، هقول بعد العمود وهزود دي توتال على 2 من فوق ودي توتال على 2 من تحت، هيدينا بعد العمود اللي هو تي زائد دي توتال. ماشي، هقول 6 من 10 زائد 34 من 100 هيديك 94 من 100 متر. ماشي، انا كنت بعمل ايه يا باشمهندسين؟ كنت بحسب الكيو اكشوال ستريس اللي هو الكيو التيميت بانش كان بتساوي ايه؟ الكيو التيميت في البيتا على البي نود في الدي. ماشي، انا كنت محتاج احسب الايه الرموز دي كلها اللي في القانون اللي عندي. طيب الكيو التيميت كنا بنقول ايه؟ بنقول الكيو التيميت بيساوي الدبل سلاب التيميت في المساحه التي يتحملها العمود ناقص مساحه القطاع الحرج. طيب المساحه اللي يتحملها العمود كنا قلنا ليها ثلاث احتمالات، يا اما ال1 في ال2 لو كان عمود انترنال، ال1 في ال2 على 2 لو كان عمود اكسترنال، او ال1 على ال2 على 4 لو كان عمود كورنر. طيب انا العمود اللي عندي كان عمود انترنال، يبقى ال1 في ال2 ماشي ناقص مساحه القطاع الحرج اللي هو ال اكس1 في ال اكس2. طيب ابدا اعوض، ادي الدبل سلاب التيميت كنت احسبها قبل كده اللي هي 26 وربع، اللي واحد في الاثنين اللي هي 8 في 6 ونص ناقص ابعاد القطاع مساحه القطاع الحرج اللي عندي، حاصل ضربه هيديني 1346.74 كيلو نيوتن. طيب ده بالنسبه للكيو الت. طيب البيتا يا باشمهندسين احنا قلنا ليها برضو ثلاث احتمالات، يا اما تكون 1.15 1.3 1.5. 1.15 لما يكون عمود انترنال، 1.3 لما يكون عمود اكسترنال، 1.5 لما يكون عمود كورنر. طيب العمود بتاعي عمود انترنال يبقى 1.15. خلاص، طيب البي نود، البي نود بتمثل محيط القطاع الحرج. تمام، انا عندي القطاع الحرج بتاعي قطاع مستطيل، عشان احسب المحيط بتاعه يبقى الطول زائد العرض في 2، يبقى الطول زائد العرض في 2 هيدينا 3.36 متر. طيب على الدي يا باشمهندسين احنا اتفقنا ان انا القطاع بتاعي في الدروب يبقى بستخدم الدي توتال. ماشي كده كل حاجه جاهزه، ابدا اعوض، اخد الحمل بتاعي 10 اس 3 البيتا 1 15 على البي نود اللي انا حسبتها في الدي توتال. ماشي، هيدينا 1.6 هيدينا 1.36 نيوتن على الملي متر سكوير، ده بيمثل اكشوال ستريس. طيب الاول ستريس يا باشمهندسين قلنا المينيموم ما بين اربع قيم، ادي اول قيمه
اللي هي 0.8 في الفا في الدي ال بي نوت زائد 2 من 10 جذر الاف سي على جاما سي، وابدا اعوض اقول 8 من 10 الالفا يا اما بتساوي 4 3 2 4 عمود انترنال 3 عمود اكسترنال 2 عمود كورنر. انا عندي عمود انترنال يبقى عوضت بالاربعه. الدي زي ما اتفقنا انا برضو واخد القطاع بتاعي في الدي توتال وبعوض بالدي توتال على البي نود اللي هو محيط القطاع الحركي زائد 2 من 10 جذر اف سي على جاما سي، ادينا الرقم ده القيمه رقم 1. القيمه رقم 2 اللي هي بتساوي 0.316 نص اي على البي جذر اف سي على جاما سي. الاي والبي ده اتفقنا ان هم ابعاد السبورت بتاع البلاطه. لو كان عندك عمود يبقى بقول البي على التي اللي هو البعد الصغير على البعد الكبير. طيب لو انا كان عندي هيد لا كنت بقول دي 2 على دي 1 ابعاد التاج اللي عندي كل ما هيد. دي 2 هو البعد الصغير ودي 1 هو البعد الكبير. طبعا انا عندي ما عنديش كل ما هيد يبقى هستخدم ابعاد العمود اللي هو 400 على 600. ادينا 1.65 قيمه رقم 3.316 جذر اف سي على جاما سي هيدينا الرقم ده. طبعا في قيمة الرابعة اللي هي قيمة مباشرة على طول. تمام انا باخد المينيموم هتلاقي المينيموم قيمة رقم 3. هلاقي يا باشمهندسين ان الاكشوال اقل من الاول يبقى انا اوكي سيف. طيب هبدا بقى ادرس القطاع رقم 2. ارجع تاني للبلان. قلنا ان القطاع رقم 2 قال لك يا باشمهندسين ان هو على بعد تي على 2 بس من وش الدروب. ادي الدروب بتاعي اهو. هطلع دي على 2 فوق، دي على 2 شمال، دي على 2 من تحت، دي على 2 من ناحية اليمين. خلاص هيدي يا باشمهندس ال اكس 2 ال واي 2. طيب ال اكس 2 و ال واي 2 المفروض الاثنين يكونوا قد زي بعض بالظبط. ليه يا باشمهندس؟ لان اتفقنا ان الدروب بتاعي في الدايمنشنز بتاعته بتكون مربعه، بيكون ال دروب في ال دروب. ماشي، فاصبح ال اكس 2 هتساوي ال واي 2 هتقول ال دروب زائد الدي. ماشي، يبقى انا في الحاله دي هقول ال اكس 2 هتقول ال دروب زائد دي وال واي 2 ال دروب زائد دي هيديك يا باشمهندس 3.47 متر. ماشي، نفس الكلام ابدا احسب الحمل اللي هي من بنش في البلاطه دبل سلاف التيميت في ال 1 ال 2 ناقص مساحه القطاع الحركي اختلفت باختلاف القطاع، ان انا هبدا اعوض بالابعاد الجديده. خلاص اقول دبل سلاف التيميت ال 1 في ال 2 اللي هي 8 في 6.5 ناقص 3.47 في 3.47 هيديك 1048.9 كيلو متر. تمام، طيب البيتا نفس الكلام 1.15 محيط القطاع الحركي اللي هو 2 ال اكس 2 زائد ال واي 2 هيديك 13.88 متر. ابدا اعوض بقى يا باشمهندسين في المعادله بتاعتي اللي هي كي التيميت في البيتا على البي نوت في الدي، هيديك ان الاكشوال ستريسز اللي هي 0.395. هبدا اقارن يا باشمهندسين بالالاوبل اللي هم الاربع قيم بتوعي، هل هيحصل فيهم اختلاف عن القطاع رقم 1 ولا هيفضلوا زي ما هم؟ هلاقي يا باشمهندسين ان المعادله رقم 2 مع المعادله رقم 3 والقيمه رقم 4 دول هيفضلوا ثابتين معايا. اللي هيحصل فيهم اختلاف بس هو القيمه رقم 1. تمام، ليه يا باشمهندسين؟ لان المعادله او القيمه رقم 1 ديت ليها فاكتورز بتتغير. هلاقي الفا وهلاقي بي نوت. ماشي، كده كده الفا العمود بتاعي انترنال هتبقى لسه زي ما هي ب 4. خلاص الدي يا باشمهندسين هيحصل فيها اختلاف لان انا اصبح دلوقتي القطاع بتاعي في تخانه البلاطه الطبيعيه اللي هي 240 مللي، فابدا اعوض بالدي اللي هي 220. خلاص، والبي نود اختلفت عن القطاع رقم 1 اللي هي كانت طالعه 13.88 متر، القطاع رقم 2 فابدا اعوض بيها. ماشي، هيديك 0.942. ماشي، ابدا اخد القيمه الاقل منهم اللي هتطلع القيمه رقم 1، هلاقي ان الاكشوال اقل من الاول يبقى انا في الحاله دي سيف. تمام، طيب ده بالنسبة لنا العمود الانترنال. نبدأ نخش في العمود الاكسترنال. ادي اهو يا باشمهندسين عمود اكسترنال، ابعاده نفس الكلام بي في تي، وادي الدروب بتاعي. انا بعد نفس الكلام، انا بعد دي على دي توتال على 2 من وش العمود، وهبعد على بعد دي على 2 من وش الدروب. ماشي، هبدأ اشوف السكشن رقم 1. السكشن رقم 1 ابعاده الاكس 1 اللي هو واي 1. الاكس 1 هتساوي يا باشمهندسين هتساوي بعد العمود، ادي اهو بعد بتاعه، بعد العمود، وازود دي توتال على 2 من ناحيه اليمين، وازود دي توتال على 2 من ناحيه الشمال، يبقى يدينا بعد العمود زائد دي توتال. خلاص، يديك 0.74 متر. طيب الواي 1 هنقول بعد العمود يا باشمهندسين زائد دي توتال على 2 بس من فوق. انا كده كده عندي ده خلاص نهايه البلاطه، فبالتالي ما ينفعش اطلع بالقطاع الحركي بتاعي فين؟ لبره. ماشي، هيدينا بعد العمود اللي هو تي زائد دي توتال على 2، هيديك 0.77 متر.
ابدا برضو نفس الكلام، احسب الحمل، هنقول دبل سلاب التيمت، المساحه التي يتحملها العمود اصبحت مختلفه دلوقتي، بقت ايه ده 1 في 2 على 2، ده عشان عمود اكسترنال ماشي، ناقص مساحه القطاع الحرج ماشي، اعوض هيدينا الرقم دوت ماشي. البيتا عندي ده عمود اكسترنال، هيبقى البيتا عندي ب 1 و3. البي نود عندي اللي هو محيط القطاع الحرج، ابص كده يا باشمهندس في البلان بتاعي، هيبقى مجموع الطول دوت زائد الطول دوت زائد الطول دوت، يبقى هيدينا ال اكس 1 زائد 2 ال واي 1 ماشي. ما جمعتش البعد اللي بره خلاص، عشان ده نهايه البلاطه اللي عندي خلاص. يبقى في الحاله ديت هقول ال اكس 1 زائد 2 ال واي 1 هيدينا 2.82 متر. ابدا اعوض يا باشمهندس في الاكشوال ستريس كيو التيمت في البي على البي نوت في الدي توتال ماشي، هيدينا 1.12 نيوتن على الملي متر سكوير، ده الاكشوال ستريس. طب لو الاربع قيم بتوعي زي ما اتفقنا، القيمه رقم 2 والقيمه رقم 3 والقيمه الاخيره دول ثابتين معايا، هيحصل فيهم تغيير بس القيمه رقم 1 اللي هي 0.8، الالفا اصبحت هنا عمود اكسترنال هعوض ب 3، دي هتبقى دي توتال عشان القطاع بتاعي في الدروب، على البي نود، البي نود اللي هو محيط القطاع الحرج اللي احنا حاسبينه فوق اهو، زائد 2.10 جذر اف سي رقم سي هيدينا 2.32 نيوتن على المليم متر سكوير. هاخد القيمه الاقل اللي هي بتمثل لي 1.413، هلاقي ان قيمه الاكشوال اقل، يبقى انا في الحاله دي اوكي سيف. طيب القطاع رقم 2، بص يا باشمهندس على البلان بتاعي اهو، هكون على بعد دي على 2 بس من وش الدروب ناحيه الشمال ومن فوق ناحيه اليمين خلاص، وزي ما اتفقنا ان انا مش بنزل من تحت عشان ده بتكون خلاص نهايه البلاطه اللي عندي. طيب هبدا اشوف يا باشمهندس ايه ابعاد الدروب اللي ظهر عندي عشان اقدر من خلالها اقدر احسب ابعاد القطاع الحرج ماشي. هلاقي يا باشمهندس ان البعد اللي ظهر من الدروب ده هيساوي ال دروب زائد التي على 2. جت منين يا هندسه؟ لو انا جيت رسمت او كملت بقيه الدروب بتاعي هيكون بالشكل ده خلاص، هو ده المفروض الشكل الطبيعي لو كان عمود ايه انترنال، هيكون ده الشكل الايه الدروب بتاعي، هيكون ايه الدروب في الدروب ماشي. لو انا جيت قست المسافه من نص العمود يا باشمهندس كده، هكون البعد دوت بتاع الدروب اللي دروب على 2 اللي دروب على 2 خلاص، يبقى الحته اللي باقيه تحت ديت هتمثل بعد العمود على 2، يبقى اصبح دلوقتي ال دروب زائد تي على 2 ماشي. طيب البعد بتاع الدروب اللي مش المنظر ده كده او في الاتجاه الافقي كده كده البعد دوت كامل للدروب، فاحنا في الحاله دي هيكون ال دروب كامله ماشي. يبقى انا دلوقتي عندي في الحته اللي هيبقى مش كامل فيها او الاتجاه اللي مش هيكون فيه كامل الدروب هيساوي ال دروب زائد بعد العمود على 2، دي هنثبتها قاعده معانا على طول ماشي. ابدا احسب برضو ال اكس 2 وال واي 2، ال اكس 2 هتساوي ال دروب زائد الدي ماشي، انا عندي ال دروب عندي وهزود دي على 2 من ناحيه اليمين ودي على 2 من ناحيه الشمال. طيب لكن ال واي 2 هتبقى ال دروب زائد تي على 2 زائد دي على 2 بس من فوق، يبقى هنقول ال دروب زائد تي على 2 زائد دي على 2 من فوق فقط ماشي. هنبص هنلاقي هي دي الابعاد اللي ظهرت عندي، ادي ال اكس 2 اللي دروب زائد دي اللي واي 2 هتبقى اللي دروب زائد دي على 2 زائد دي على 2 عشان زودت دي على 2 من فوق فقط ماشي. اعوض هيطلع هنا 3.47 و2.035 ماشي. نفس الكلام اعوض في الحمل اللي هيعمل بانش في البلاطه، دبل سلاب التيمت في اللي 1 في اللي 2 على 2 ناقص مساحه القطاع الحرج هيدينا 497.14 كيلو متر. البيتا عمود اكسترنال 1.3، البي نود اللي هو محيط قطاع الحرج، ابدا اشوف البلان اللي عندي فين البلان اهو، هتلاقي يا باشمهندس ان احنا جمعنا البعد ده زائد البعد ده زائد البعد ده، هيصفي معانا يا باشمهندس ال اكس 2 زائد 2 ال واي 2 تمام، ده هيمثل بالنسبه لنا المحيط القطاع الحرج ال اكس 2 زائد 2 ال واي 2
ادينا 7 بوينت كام؟ 5 4. هعوض اقول اكشوال يطلع بوينت 3 9. احسب الاول نفس الكلام، الاربع قيم بتوعي الثلاثه اللي تحت هيفضلوا ثابتين، لا يختلف بس القيمه اللي في الاول 8 من 10 الفا ب 3 عمود اكسترنال في دي 220 عشان دوت خلاص على بعد دي على 2 من وش الدروب، يبقى خلص الدروب، يبقى انا بشتغل في سمك البلاطه الطبيعي على البي نود اللي احنا حسبناه فوق زائد 2 من 10 جذر الاف سي رقم سي هيدينا 1.3%. ماشي، هشوف المينيموم بين الاربع قيم، هتطلع المينيموم القيمه الاولانيه. ماشي، يبقى انا في الحاله دي الاكشوال اقل من الاول، يبقى انا سي. شوف بقى العمود رقم 3 هو عمود كورنر، تمام، هيكون في البلاي منظره بالشكل ده كده. نفس الكلام يا باشمهندس، هبعد دي توتال على 2 من وش العمود وهبعد دي على 2 من وش الدروب، تمام. ابدا امسك القطاع رقم 1، هلاقي عند العمود بتاعي اهو 400 في 600، يبقى ال اكس 1 هتساوي بعد العمود زائد دي توتال على 2 عشان زودت من اتجاه واحد بس. طيب ال واي 1 نفس الكلام، هقول بعد العمود اللي هو بي زائد دي توتال على 2، ال اكس 1 بعد العمود اللي هو تي زائد دي توتال على 2 يدينا 77% متر، ال واي 1 هتساوي بعد العمود اللي هو البي زائد دي توتال على 2 هيدينا 0.57 متر. هحسب الحمل اللي هيعمل بانش في البلاطه، نقول دبل سلاب التمت في ال 1 على ال 2 على 4 عشان ده عمود كورنر ناقص مساحه القطاع الحرك، هنعوض هيطلع 329.73 كيلو نيوتن، بيتا ب 1.5 عشان ده عمود كورنر، محيط القطاع الحرك هجمع بس الجزء اللي من ناحيه البلاطه اللي هو البعد دوت والبعد ده، يبقى ال اكس 1 زائد ال واي 1 هيدينا 1.34 متر. احسب بعد كده الاكشوال ستريس من المعادله بتاعتنا هيدينا 1.9 نيوتن على المليمتر سكوير. ابدا بعد كده احسب الاوبن ستريس، نفس الكلام زي ما اتفقنا مع بعض ان القيمه الثانيه او الثالثه والرابعه ثابتين، لا يختلف بس القيمه الاولانيه هي بوينت 8 الفا بقت ب2 عشان ده عمود كورنر، دي هتبقى دي توتال عشان انا القطاع بتاعي في الدروب على البي نود اللي احنا حسبناها زائد 2 من 10 جذر الاف سي رقم سي هيدينا 2.53. القيم اللي اتفقنا الثانيه والثالثه والرابعه ثابتين، هنلاقي ان القيمه المينيموم اللي هي القيمه 1.413، لان الاكشوال اقل من الاول يبقى انا سيف. طيب القطاع رقم 2 نشوف برده ازاي هنحسب الدايمنشنز بتاعته. نفس الكلام يا باشمهندسين، هلاقي ان القطاع الدروب بتاعي المفروض يكون في البلان بالمنظر ده كده، لكن نتيجة ان ديت اصبح نهاية البلاطة يبقى انا ما ينفعش اعمل الجزء ده كله طاير في الهواء او في الشارع خلاص، فبالتالي الجزء ده مش بيتنفذ. طيب الابعاد اللي هتبقى باقية احنا اتفقنا ان احنا هنثبتها مع بعض، هتكون الدروب زي بعد العمود على 2، يبقى اصبح دلوقتي المسافة دي هتبقى كام؟ هتبقى الدروب زائد بعد العمود اللي هو البي على 2، واصبح دلوقتي المسافه دي ال دروب زائد البي على 2. طيب المسافه دي يا باشمهندسين زي ما اتفقنا هتبقى ال دروب زائد بعد العمود على 2، يبقى ادي ال دروب بعد العمود كام يا باشمهندسين؟ اللي هو تي على 2. ماشي، انا بقعد برضو دي على 2 ناحيه اليمين ودي على 2 من فوق. ماشي، ونحسب ابعاد القطاع، يبقى ادي ال اكس 2 وادي ال واي 2، ال دروب زائد بعد العمود على 2 زائد دي على 2 ادينا الرقم ده، اللي هو 2 نفس الكلام اللي دروب زائد بعد العمود على 2 زائد دي على 2 هيدينا الرقم دوت، تمام. نحسب الحمل اللي هيعمل بانش في البلاطه، دبل سلاب التمت في اللي واحد 2 على 4 ناقص الاكس 2 في اللي واي 2، نبدا نعوض هيدينا 237.88 كيلو نيوتن، البيتا ب 1.5 عشان عمود كورنر، والبي نود اللي هو محيط القطاع الحرك، تمام. نفس الكلام هجمع بس بعدين اللي هو من ناحيه البلاطه من جوه البعد دوت والبعد ده اللي هو ال اكس 2 زائد ال واي 2، تمام. هنعوض يا باشمهندسين، هنلاقي ان البي نوت طلع 3.97 متر، عوض في الاكشوال ستريس قانون بتاعي هيدينا 0.409. احسب الاوبل نفس الكلام، الثلاث قيم اللي تحت ثابتين لا يختلف بس القيمه اللي فوق، عندك 0.8 من 10 الفا ب 2، الدي هتبقى دي عاديه يدي توتال عشان انا بره خلاص، زائد 2 من 10 جذر الاف سي ار رقم سي هيدينا رقم ده، هاخد طبعا المينيموم هلاقي هو الرقم ده المينيموم، وهلاقي الاكشوال اقل من المينيموم، يبقى انا في الحاله دي سيف. وكده يا باشمهندسين يكون المثال بتاعنا خلص، ويكون بس فاضل لنا هو الفيديو بتاع الفريم اناليسيس ميثود، ان شاء الله هنشتغله مع بعض بس في فيديو تاني.
وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.